عن أبي إدريس الخولاني قال: قلب نقي في ثياب وسخة خير من قلب وسخ في ثياب نقية. وعن مالك بن أنس قال: إن لمن يسجد لله ولمن يسجد للصنم صورة واحدة في سجودهما، ومع ذلك فالأول عابد والثاني كافر، فرقت بينهما النيات، فأصلح نيتك. قلب نقي في ثياب وسخة خير من قلب وسخ في ثياب نقية. نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يحسن لنا الختام، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين.